كيف حالكم اصدقاء متابعي قناة استثمر عقلك؟ اليوم توقفت منصة الاوكي اكس عن العمل ومنصة البنك عن العمل. كتير رسائل وصلتني بهالخصوص، راح نحاول نوضح اهم الاسباب واهم التفاصيل هاي المشكلة. اذا اول مرة بتشوفني بتمنى منك تشترك بالقناة، تفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد. خلينا ننتقل للتفاصيل. متداولين منصة اوكي اكس اليوم دخلوا على المنصة، شافوا ما في اي حركة للشرط، ما في اي اتصال بالشبكة. ايضا منصة البنك لما حابب تفتحها بتوصلك هالرسالة انه اموالك بامان، لكن صار في عنا خلل على الشبكة وفعلنا حالة الطوارئ وعم نحاول نحل المشكلة. اذا ترتيب منصة البنك اصدقاء، هو ترتيبه تقريبا 500 من ناحية المنصات بفوليوم اخر 24 ساعة 1 مليار. اما ترتيب اوكي اكس يعتبر ترتيبه جيد بفوليوم 311 مليار دولار، مع العلم انه منصة اوكي اكس معلنة عن الاحتياطي الخاص فيها البالغ 6.5 مليار دولار. بتمنى من كل قلبي اصدقاء انه الاشخاص المستثمرين بهالمنصات ما يتضرروا ويستعيدوا اموالهم. خلينا نشوف شو هي الاسباب. هلا هون منصة البنك بتقول نظرا للمعدات الغير طبيعية لمزود خدمة الخادم الخارجي. الخادم الخارجي يعني كل المنصات اصدقاء تستعمل تخزين سحابي حتى تخزن المعلومات يلي بتداول فيها العميل، مثل اسم حسابك، رصيد حسابك، الأوامر، كل هالتفاصيل هاي بتكون على مزود خدمة خارجية. أيضا أوكي إكس نفس سبب إيقاف الخدمة أيضا بسبب المزود الخارجي، يعني المنصتين عطوا نفس السبب المزود الخارجي الخدمة السحابية. هون أوكي إكس بتقول إنه الخدمة السحابية الخاصة فيها علي بابا كلاود، بيقولوا هنن إنه صارت في مشكلة وحاليا عم يتواصلوا معه ليحاولوا إصلاح المشكلة. طبعا هذا هو الحساب الخاص بعلي بابا كلاود، بنشوف إنه هنن ما أعلنوا عن أي مشكلة، لكن منصة أوكي إكس ناشرة هون تفاصيل الخبر وتفاصيل المشكلة. هلا بنتمنى اصدقاء انه تنحل هالمشكله هي سريعا وما يصير اي ضرر على احدى المنصتين. لحد الان هي كل التفاصيل بخصوص هي المشكله، نتمنى حلها سريعا ان شاء الله. اذا انت احد المتداولين على منصه البنك او منصه اوكي اكس بتمنى تكتب لي بالتعليقات هل انت قادر للوصول لحسابك ولا لا. الى اللقاء اصدقاء، فيديو جديد ان شاء الله.